لكن انت يعني بالمره لازم تطمنا ايه اللي شفته في التمرين، الاصابات ولي سليمان، حسين الشحات، هاني كده. شوف حسين الشحات، انا قلت لكم بنسبه كبيره جدا خرج بره الحسابات الفنيه لمباراه الدحيل، لانه شكواه من العضله الخلفيه واضح انها مؤثره وما تمرنش النهارده، فبالتالي بيغيب حسين الشحات. لكن اذا كان غاب حسين الشحات، الحقيقه يسعدك جدا المستوى التركيز العالي اللي عليه اتنين من اللعيبه في الجناحين، طاهر محمد طاهر وكهربا، الاثنين عملوا تمرينه هايله جدا يا باشمهندس، وطاهر بالذات اضافه قويه قوي، اضافه ربنا نوعيه يحمي الفرقه وروحه عاليه جدا الفتره الجايه. يا رب ما ننقص حد ونسترد ناس يا رب، الله اعلم. يعني الاسترداد النهارده محمد هاني زي ما بقول لكم خلاص، يعني حتى وان كان احمد بيكهام الحقيقه عمل تمرينه هايله جدا هايله، لكن واضح جدا انه هاني بيقترب. طبعا هيكون الامر لبيتشو موسيماني ساعتها، يفاضل بين الاثنين ويشوف مين الافضل، وان كان اكرم توفيق هو الاخر بينافس بقوه، سواء لو تم الاستعانه به في قلب الدفاع اللي النهارده تالق فيه عمرو السوليه وقالوا ديانج وحمدي فتحي، الثلاثه مطمئنين جدا في المنطقه ديت. اكرم توفيق لعب في الجناء في الباك رايت ولعب في الهاف ديفندر في التقسيمه، وفي الحالتين او في المنطقتين كان مستوى هايل جدا. لكن محمد هاني ادى تدريبات الجري لوحده ومعاه الحاوي وليد سليمان، ووليد الحقيقه يعني ده الحاجه اللي باقيه من المشاركتين اللي فاتوا. وليد اكتر من مجرد لاعب، هو طبعا محمد الشناوي ما شاء الله مش بس حارس مرمى، يعني لما تشوف شخصيه حارس المرمى وكابتن الفرقه اللي طول التمرينه عمال يشد في زمايله، عمال يشجع في زمايله، عمال يوجه تعليمات، يعني متفاعل ككابتن فريق حتى هو حارس مرمى. فالشناوي دوره الكبير جدا.